السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بيكم. معكم شادي عبدو من بوينت تريدر جروب مع تغطية لتحركات الأسواق النهاردة 20 إبريل 2021. هنبدأ وكالعادة مع اليورو مقابل الدولار الأمريكي على الفاصل الزمني الأربع ساعات. كنا اتكلمنا قبل كده عن أهمية وقوة مستويات 1990 1.1990، وقلنا إن هو كان ممكن يرد السعر هبوطا خلال الفترة القادمة. اللي حصل كالآتي، إن حصل فيه شوية هبوط من هذا المستوى بالفعل، ولكن بعدها كسر وبقوة، وحاليا بيتجه الى 1.2090 الى 1.20 او 21.10. المنطقة اللي فوق دي تعتبر منطقة ترقب ممتازة جدا وجيدة للدخول بيع. فاذا احنا ننتظر اليورو عند هذه المستويات، وفي حال ظهور اشارات سلبية ممكن ندخل بيع ان شاء الله. لكن بشكل عام اللي انا شايفه ان هو في حالة صعود طالما استمر التداول اعلى 1990 باذن الله. تعالوا ننتقل الى الاسترليني على الاربع ساعات. طبعا لو لاحظنا هنلاقي ان الزوج بيتداول اسفل مستوى نفسي قوي اللي هو 1.40 1.4 3 اصفار. ده يعتبر مستوى نفسي قوي، بنلاقي في الغالب عنده تفاعلات سعريه قويه. فالمنطقه اللي فوق دي نتوقع منها هبوط سعري طالما استمر التداول اسفلها، ليصل الزوج الى 1.3913 ان شاء الله. لكن زي ما قلنا الكلام ده مشروط باستمرار التداول اسفل 1.40. طبعا لو حصل اختراق ال 1.40 صعودا بيتبدل السيناريو تماما، وبنشوف طبعا صعود سعر الى ال 40 50 وال 41 باذن الله. تعال ننتقل الى الذهب على اليومي. الذهب طبعا تمكن من اختراق مستوى مقاومة قوي اللي كان بيمثل خط العنق الخاص بنموذج القيعان الثنائية العاكس الاتجاه الهابط، وحاليا متداول اعلى منه. المستوى ده كان 1760 تقريبا. احنا دلوقتي هندي الذهب حيز، طبعا متوقع ان شاء الله مزيد من الصعود، ولكن مشروط الصعود ده باستمرار التداول اعلى 1750. اذا ادينا له كده براح شويه ل 1750. طالما استمر التداول اسفل اعلى هذا المستوى نتوقع ان شاء الله مزيد من الصعود ليصل الى مستويات ال 1789 مبدئيا، لان عاده بعد ما بيحصل في اختراق لمستوى قوي بيحصل فيه اعاده اختبار، وبعد إعادة الاختبار بيحصل فيه زي منطقة اكس، المنطقة اللي بسميها منطقة اكس اللي هي بتحصل ما بين إعادة الاختبار والكسر. فالمنطقة دي كمان اللي هي تقع عند ال 1789. فإذا طول ما هو أعلى ال 1750 نتوقع من الأسعار الحالية إن شاء الله صعود إلى ال 1789. كسر ال 89 يدفعه لل 1800 وال 1815. خلينا ناخد الموضوع خطوة خطوة كده، بلاش عنترية خاصة مع الذهب عشان الأمور تبقى يعني ماشية في صالحنا بإذن الله. ننتقل أخيرا إلى الفضة على الأربع ساعات. طبعا الفضة حاليا تتداول أعلى مستوى الدعم القوي 25.60. حاليا المستوى ده بيدي الفضة زخم قوي إن شاء الله ليصل إلى 26.12 و26.30 إن شاء الله، ولكن الكلام ده مشروط باستمرار تداول اعلى مستويات ال 25.60. اما في حاله كسر مستويات ال 25.60 هبوطا، ده ممكن يدفع الفضه للهبوط الى ال 25.50 ومستويات ال 25 ان شاء الله خلال الفتره القادمه، ولكن يعني يلزم وجود اغلاق سلبي اسفل هذا المستوى لتاكيد فكره الكسر. اتمنى يكون التحليل واضح، اتمنى التوفيق للجميع ان شاء الله. شكرا على متابعه الفيديو، وتابعونا على قناة تليجرام الخاصة بشركة بوينت، هنلاقي الرابط في الديسكريبشن او الوصف الخاص بالفيديو. تمنيت التوفيق للجميع مرة اخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.